بيسمعوا شكوانا على طول في تدريب، ولما اطلب حاجه بلاقيها. المسؤولين قريبين مننا جدا، بيستقبلوا كل المقترحات وكل الشكاوي. في تعديل شامل في الفصول، ده في حد ذاته بيحسسك ان انت مش لوحدك. احنا لو في حاجه قابلتنا مشكله بنكلم الرئيس المباشر، والرئيس المباشر لو في حاجه ما قدرش يحلها لي بيوصل للرئيس اللي هو اعلى منه. مكتب الامانه والامين العام كان مرحب جدا باي حد يجي، باي حد يتكلم معاه، باي حد يعرض مشكله تخصه، وده كان بامر بمنتهى المحبه والموده. يعني في الفتره الاخيره احنا مش يعني المسؤولين قريبين مننا جدا، فاحنا لما بنطلب اي حاجه او لو في مشكله بتقابلنا احنا بنقولها لهم او يحلوها لنا، ما حدش بيتاخر عننا خالص. لكن لو وصلت المساله لان انا اوصل لاكبر شخص مسؤول، سهل جدا الوصول اليه، مش صعبه، مش ما حسيناش بان في ابواب مغلقه كتير قوي. بيسمعوا شكوانا سواء على مستوى شخصي او على مستوى جماعي في اجتماعات اصبحت شبه دوريه ما كانتش بتحصل قبل كده. لما بنقول احنا عايزين مسؤول نتكلم معاه، فعلا بيبقى في استجابه عاليه قوي، وبيكون في تو في الحال يعني. بقى التواصل لابعد مستوى، وبنقدر نتكلم مع صاحب المدارس او الاداره العامه، وبنحقق اللي احنا عايزينه. ده شيء رائع جدا، انت تكوني في مكان يبقى عندك تواصل مع صاحب المكان. الفتره الاخيره حصل بعض التدريبات مهمه جدا بترفع من مستوى المدرس علميا واجتماعيا واكاديميا. جميع مجالات الحياه اللي احنا مشتركين فيها في حلقه واحده مع المدرسه ومع الطلاب مع المجتمع اللي احنا فيه، بيتم تدريبنا بصوره اصبحت شبه دوريه ومنتظمه. يعني لو انا مثلا متعسره في موضوع التواصل، موضوع مثلا زي اتعامل مع الولاد، الجوانب النفسيه للولاد، حاجه مثلا زي التحرش الجنسي، زي نتعامل مع الولد، فطبعا ده كان بيساعدنا جدا في التعامل مع الاولاد. لان النهارده انا مثلا بقالي 21 سنه شغاله، خبرتي جت من المقام الاول من الطالب ومن مشاكله، بس لما بقعد مع حد دارس وقاري ومطلع اكتر اكيد بستفيد منه جامد جدا في التعامل مع الاولاد. في الفتره الاخيره ديت، او احنا بقالنا فتره كبيره على طول في تدريب، بيجيبوا لنا دكاتره من بره او احنا كمان من بعضينا، مثلا ممكن يختاروا مدرس يشرح درس معين او دكتور يجي يورينا حاجات تربويه ازاي اتعامل جوه الفصل. برغم من وجود في مشاكل في البلد، بس حسينا ان في نوع من انواع الامان، برغم الوقوع الاقتصادي او الهبوط الاقتصادي لكثير من الوظائف والأعمال، لكن كوظيفة مدرس في هذا المكان، بما أنه كوحدة واحدة ومترابطين مع بعض وتحت إيد كبيرة ماسكة الموضوع مالياً وإدارياً، برضو حسينا أن ما فيش اختلاف كبير قوي، أن احنا ما وقعناش مع الظروف اللي حصلت حوالينا، وده خلى أنه في توازن في المرتبات، وعمل سالري سكيلز جديد لكل المرتبات في الوقت الأخير، بحيث أنه كل المنظومة تكون متوازنة في المرتبات. هو التعديل اللي حصل عندنا في النظام المالي، عندي 25% اتاخدت و 25% اتاخدت تاني، يبقى أنا كده مرتبي عالي بمثابة 50% من الأساس، ودي طبعا طفرة كبيرة جدا، يعني حسستنا بان المعيشه محتاجه، وفي استجابه حلوه قوي من الهيئه. غير كمان احنا في عندنا في نهايه كل سنه بناخد مكافاه حلوه قوي بجانب مكافاه الامتحانات، فديت بتبسط المدرسين جدا وبالذات في نهايه السنه. فده شيء بيفرق معنا كتير، بنفرق معنا في حبنا للمكان، باجي وانا مبسوط على الاقل، يعني وابقى عايز انتج اكتر عشان ده هيعود عليا في الاخر. قبل المرتب كونه كقيمه ماليه، ان بدا يبقى صوت المدرس مسموع لما يقول انا عايز، عشان انا حاسس ان ده قليل، فبقى يتاخد رايه مجال للنظر او الاطلاع عليه عشان يتحقق. الامانه العامه دلوقتي اصبحت شبه العقل المفكر او الكمبيوتر بالنسبه للتوصيف كشغل، يعني ان هو اصبح هو النتورك الاساسيه اللي بتربط كل مؤسساتنا ببعضها، واحنا حسينا بده. هندي مثلا للحقبه الاخيره اللي احنا فيها، اللي كنا بنعاني منها بقى ان الانفلونزا الخنازير والكلام دوت، كان بيجي لنا ستاف كبير قوي من الدكاتره بيتابعوا المدرسه باستمرار، بيدوا توعيه، ده في حد ذاته بيحسسك ان انت مش لوحدك، ان الصرح ده انت مش فيه لوحدك، انت معاكي ناس كتير جدا بيساعدوك. بالفتره الاخيره دي الامانه فعلا ليها دور كبير جدا، زي ما قلت لحضرتك في الحوافز بتاعتنا، في المكافئات، في اي مشكله، يعني في مشاكل يعني
تعرض لها مدرسين كتير جدا في الامانه بيحلوها. بصراحه في السنتين الاخرانيين دول حصلت حاجه مهمه جدا بالنسبه للمدرسين، وده بيفرق معاهم ازاي تقدري تريحيهم، علشان احنا بنيجي بنشتغل بجد بامانه من الساعه 7:30 من ساعه ما نخش المدرسه لغايه الساعه 3، فبنروح تعبانين جدا. فحصلت حاجه حلوه جدا لينا ان هم ابتدى لينا خدمه باصات، في باصات اشتركنا في الباصات زي الاولاد، والباصات دي بتروحنا لغايه البيت، فدي من افضل الحاجات واحسن الحاجات اللي ريحت المدرس في الفترات الاخيره. الناحيه الاجتماعيه في المدرس ارتفعت قامته في الفتره الاخيره، بمعنى ان انا اكون لما اكون قاعد على الديسك مرتاح، على كرسي مرتاح، وادواتي المكتبيه موجوده قدامي، وعارف اتصرف كويس قوي، مفيش اي نقص، ولما اطلب حاجه بلاقيها. المدرسه مش كل سنه بنيجي نلاقيها على ما هي، احنا بناخد اجازه الصيف بتاعتنا وبنيجي نلاقيها مقلوبه تماما، مديانه حتى روح معنويه للتعامل مع الجدران حتى حلوه. فحته التجديد ده بجد الامانه ما بتتاخرش فيه عننا. نظامنا في مدارسنا في نظافه عاليه قوي، في تعديل شامل في الفصول، وده عمليه دوريه على طول. اول نقطه بالنسبه للفتره الاخيره ديت ان احنا المدرسه الحمد لله كل مدى في تطور احسن في الحيطان والارضيه، يعني لسه مجددين المدرسه من كام سنه، فدي حاجه جميله جدا. الحمامات بنلاقيها دايما برضو في كان في عندنا مشاكل في الصرف، بنلاقيها بنيجي في بعد الاجازه نلاقيهم مجهزينها كل حاجه، الحمامات وكل شيء يعني على اكمل وجه، بحيث ان المدرس يبقى داخل مرتاح. بصراحه انا بشكر ربنا ان انا بشتغل في المدرسه دي، لانه انا باجي الصبح انا مش شايله هم ان انا هشتغل، انا بتعب، لكن انا مش شايله هم علاقاتي في المدرسه او انا في يعني حد ضاغط عليا نفسيا، لا انا ببقى تعبانه جسديا، لكن نفسيا انا باجي مستريحه جدا. ممكن اقول كلمه بسيطه، انا فعلا بعشق المكان دوت، المكان ده رب أولادي ورب أولاد تانية كتير، وشايفة إن المدرسة دي لو اتعمم الأسلوب اللي بيتعاملوا بيه مع المدارس الحكومة ومع مدارس أخرى، فعلا التعليم بتاعنا هيبقى مستوى تاني خالص وهيعلى قوي. رقم واحد ما يميز المكان الناحية الوجدانية اللي أنا قلتها، اللي هي الناحية الوجدانية اللي بتربط أعلى مرتبة وظيفية في المكان لأقل مرتبة وظيفية. رقم اثنين الخبرة الموجود بيها الأشخاص اللي يعملوا في المكان. أنا لاحظت أن العطاء الموجود لكل العاملين في المكان هو عطاء ذاتي غير مرتبط بمدى المقابل. أنا لقيت أن بعض الناس تحديداً يحبوا العطاء بغض النظر عن المقابل. الـ 22 سنة اللي أنا عدتهم في المدرسة خلت لي انتماء للمكان. اللي بيحب مكانه هيقعد فيه يشتغل لغايه لما يفني عمره فيه. روح المحبه الموجوده في المكان حلو قوي. ترابط ما بيننا وبين الزملاء ده شيء رائع جدا في المدرسه في مدارسنا. في الفتره الاخيره احسن حاجه في المدرسه مريحانا كلنا الصف، احنا كلنا مع بعض اخوات سواء مسيحي او مسلم، مفيش فرق، كلنا مع بعض بيت واحد عائله واحده. حسيت ان انا مرتاحه نفسيتي، لو مش مرتاحه مش كنتش كملت الوقت ده كله. وبلاقي متطلباتي لو انا متضايقه او في اي مشكله او اي حاجه بلاقي اللي بيستمع لي. اللي مخليني قاعد في المدرسه ديت حب الناس لبعضيها، حب الاداريين والمديرين للعمال والعاملات اللي عندنا، وحب الناس كلها لبعضيها. Thank you.
كان هناك تهديدات بصحب أرض المدرسة البريطانية، فتم تشكيل لجنة برئاسة القس محسن منير مع السادة الأمناء المساعدين جناب القس جوهر عزمي والقس داود إبراهيم لإنجاز هذا المشروع بالدعم الكامل من مجلس إدارة المدارس برئاسة الدكتور القس جورج شاكر. وصدر القرار الوزاري بمنح الترخيص والتشغيل لمدرسة رمسيس البريطانية لتصبح أيقونة من أيقونات مدارس سنودس النيل الإنجيلي. بشكر ربنا على وجود القسيس محسن في المدرسة، لأنه في حاجات كتيرة حصلت في وقته، في زيادات، في بقى متاح لنا أن احنا نروح له في أي وقت، ما فيش أي عراقيل بيننا وبينه. أنا بشكره جدا على كل خدمة قدمها، على كل رعاية قدمها، وبقول له ربنا يكمل وربنا يوسع في المدارس ويديك فعلا ثقل قلبك. أنا بشكره جدا إن هو دايماً فاتح بابه لينا ودايماً بيرعانا، وهو فعلاً بيعملنا كأب وما بيقفلش بابه في وشنا أبداً. يعني في رقبتك طلبة، وفي رقبتك مديرين، وفي رقبتك مدرسين، إحنا بنقول لحضرتك أنت قد الأمانة دي، وياريت تفضل على قدها كده وربنا يعينك. في النهاية بنوجه رسالة شكر باسم المدارس للجناب الفاضل القسيس محسن، لأنه هو بيدعمنا في كل حاجة، أي حاجة بنطلبها منه ما بيكلش بأي جهد معانا. أنا فخور جداً أن أنا بعمل ضمن المنظومة اللي حضرتك بترأسها، وأنا في شغلي لمست كتير جداً من تجاوب حضرتك لكل التطورات اللي أنا كنت بطمح فيها، ممكن كنتش ألقاها في أي مؤسسة برة. أنا بشكرك قوي 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 قوي، وبأمل أنك تكون في زيادة مستمرة، ودايماً نشوفك زي ما بنشوفك كل سنة. أنا أحب أقول للقسيس محسن شكراً على كل الجديد اللي انت قدمته لنا. بأمانة احنا فعلا حاسين بفرق كبير قوي 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 في الفترة الأخيرة. شكرا شكرا شكرا. احنا بنشكر القسيس محسن على كل الحاجات الحلوة اللي عملها لنا، وربنا يخليه المدرسة. اقول للقسيس محسن انت راجل ولا كل الرجالة زي ما بيقولوا بالصعيد الصعيدة، انت عملت لنا حاجات كتيرة، ونتمنى من ربنا ومن حضرتك تعمل زيادة جهدك معانا في الأيام اللي احنا عايشينها. وأشكرك وربنا يديك طول العمر والسلام ختام. عندما نتحدث عن الإنجاز فلا بد وأن نبحث عن الحب، فالحب وحده القادر على تخطي الصعاب وتحقيق الرؤى. هذا الحب الذي ينميه ويرعاه كل من الأمين العام جناب القس محسن منير، والسادة الأمناء المساعدين جناب القس داود إبراهيم وجناب القس جوهر عزمي، يدعمه ويسانده مجلس إدارة المدارس برئاسة الدكتور القس جورج شاكر. وبكل الحب يتقدم جميع العاملين بالمدارس بالشكر والامتنان لمن غرس ونمى ودعم بالحب كل عمل في مؤسساتنا التعليمية. هيفرق معانا طبعا ان يبقى في حاجه اسمها الترقيات، ان الترقيات مهمه جدا. لما اكون انا شغال في مكان 10 سنين او اكتر، لو بقالي 20 سنه بدرس، اكيد عايز المقابل معنويا اكتر ما يكون ماديا، لاني مش معقول هفضل طول عمري مدرس مفيش اي نوع من انواع الترقيه. فاتوعدنا ببرنامج ترقيات نتمنى انه يحصل فعلا الفتره القادمه. فطبعا احنا كلنا بنحلم ان نتدرج في السلم الوظيفي لحد ما نوصل لمكانه معينه تتناسب مع حتى أدائنا وفكرنا وخبراتنا اللي احنا اكتسبناها. وفي الفترة الأخيرة ده احنا طبعا لمسين ان في حركة، يمكن كلنا صحيح هي مش ظاهرة قوي بوادرها ايه، لكن احنا حاسين ان في حاجة بتحصل بننتظرها بقى. احنا منتظرينها كلنا كمفاجأة ان احنا نعوض بها الوقت اللي فات ده كله، ده حلمنا كلنا فعلا. بالنسبة للوقت الأخير كان نشكر أمين عام، هو وعد انه يكون بيعمل نظام تأمين صحي خاص لكل المدارس، وده شيء مميز يقدر يساعدنا بشكل أكبر بالنسبة للأجازات وبالنسبة للعلاج بالنسبة لنا.